هنتكلم على الاوستيوبوروسيس يا جماعه هنتكلم على البون ستراكشر، نعرف هو متكون من ايه. فاحنا عارفين ان وي هاف تو تايبس اوف بون، ذا كومباكت بون اند ذا كانسيلس بون، اند وي هاف ثري تايبس اوف بون سيلز، الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست والاوستيوسايتس. هنعرف كل واحد شغلته ايه من السيلز دي، وهنعرف البون بيتكون من قد ايه كومباكت بون وقد ايه كانسيلس بون. نتكلم الاول على الكومباكت بون اللي هو بيشكل 80% من البون. هو ايه الكومباكت بون ده؟ اللي هو الكورتكس، اللي هو present in the shaft of long bones and on the surface of flat bones، يعني على surface بتاع الريبس مثلا، وعلى long bones زي التبيا والفيبيول والفيمر. ايه الفرق بين الكومباكت والكانسيلس بون في الستركتشر نفسه؟ لما ناخد cut section في البون هنلاقي ان الكومباكت بون البون لاميلي زي ما انتم شايفين كده are laid down concentrically around the Haversian system، يعني الهافيرشن سيستم اللي هو النقطه الحمراء اللي احنا شايفينها اللي في النص دي، اللي هي بتبقى فيها البلاد فيسلز والليمفاتكس، اند ذا بون لاميلي ار سيركمفرنشلي ليد داون اراوند ات. اوكي، اما الكانسيلس بون اللي هو بيشكل 20% of the skeletal system، اللي هو what we call the trabecular bone، وده بيبقى موجود في الانز اوف لونج بونز وفي الانر سيرفيس اوف ذا فلات بونز. اوكي، البون لاميلي بقى بتختلف هنا، بدل ما كانت كونسنتريك في الكومباكت بون شايفينها لاين بارلل تو وان انذر، اهو اللي هو المنظر ده within the bone itself. And the hemopoietic and fatty marrow بيبقى موجود في الفراغات اللي بينهم وبين بعض، اللي هي البيضه اللي احنا شايفينها دي. طيب ده البون ستراكشر الكومباكت والكانسيلس بون. Let's come to the bone cells themselves. قلنا احنا عندنا 3 types of bone cells. هنتكلم على اول واحده الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست في مفهومنا كده زمان لما كنا بناخد الهيستولوجي ايام الاحقاب الزمان اللي نسيناها دي، كنا عارفين ان الاوستيوبلاست is a bone forming cell، مش كده؟ And the osteoclast is a bone eating cell. انا هفرق شويه تفاصيل زياده. اولا من فين بتيجي الاوستيوبلاست؟ الاوستيوبلاست كل البون سيلز او كل السيلز اللي في البادي يوجوالي كمز فروم ذا ستيم سيلز اللي هي في البون مارو. الاوستيوبلاست دي بتديسند فروم مارو ديرايفد بلوريبوتنت سترومال ستيم سيلز. كلمه بلوريبوتنت يعني متعدده الانرجي. It can give bone cells osteoblasts and it can give other cell things. Plural يعني من plural multiple. الفانكشن بتاعها زي ما قلنا bone forming, formation and mineralization of bone matrix. But not this is not only what the osteoblast does. It has another important factor and that is the synthesis of growth factors which are secreted into the bone matrix. بعد شوية هنعرف ايه أهمية البون الgrowth factors دي. بعد ثواني. أهلا وسهلا. ثالث حاجة it plays an important role in the differentiation and activity of the osteoclasts. يعني the bone forming cells اللي هي الاوستيوبلاست من ضمن الفانكشنز بتاعتها انها بتعمل differentiation واكتيفيتي للاوستيوكلاست. يعني ايه differentiation؟ هنشوف بعد ثواني ان الاوستيوكلاست دي بتيجي برضو من الستيم سيلز and it is differentiated من الماكروفاج lineage. اللينج اللي بيعمل الماكروفاج بتطلع منه لاين تانية تعمل الاوستيوكلاست. فالاوستيوبلاست بتساعد في المهمة دي. يبقى هي bone forming ومينرلايزنج ده اللي احنا عارفينه عليها. حاجة زيادة بتعمل لي synthesis للgrowth factors، وهنعرف الgrowth factors دي فايدتها ايه بعد ثواني. وفي نفس الوقت بتعمل differentiation واكتيفيشن للاوستيوكلاست. الاوستيوبلاست دي بتقع موقعها فين بالنسبه للبون نفسه؟ الاوستيوكلاست اللوكيشن بتاعها وان اكتفلي انفولد ان بون فورميشن، لما تكون بتشتغل، لما نكون في مرحله البون فورميشن لازم تبقى قاعده فيري كلوز للاوستيويد تيشو. الاوستيويد تيشو اللي هو البون وذ نو مينراليزيشن يت، فعشان احنا عارفين ان شغلتها مينراليزيشن اند فورميشن، فتبقى فيري كلوز للاوستيويد تيشو. So when it is actively involved in bone formation, they appear as plump cuboidal cells in close juxtaposition on newly formed osteoid tissue.
يبقى لما نبص في الكات سكشن ده، ده البون اهو، خدنا فيه كات سكشن، شايفين اللون الاحمر ده، ده اللي هو الاوستيويد تيشو. And this is the active osteoblasts. بيبقوا very close للاوستيويد تيشو عشان يلحقوا يديبوزيت فيه كالسيوم، يعملوا له mineralization ويتحول الى بون mature bone. So when it is actively involved، لما نكون بتشتغل بتبقى very close للاوستيويد تيشو. طب بعد كده بيحصل ايه؟ ادي الاكتف اوستيوبلاست اهو. بعد كده لما خلاص البون has been formed بتعمل ايه؟ what is the fate؟ ايه مصير الاوستيوبلاست ده؟ it has been clearly defined، يعني مش معروف لغاية دلوقتي قوي، ولكن some of these cuboidal cells become buried within the mineralized bone وتتحول الى osteocytes. فاكرين البون لاميلي اللي كنا بنقول concentric في الكمباكت وبارالل في الكانسيلس اهي. فذيس از ا كانسيلس بون وير ذي ار لاينج بارالل تو ايتش اذر. دي بقت اتحولت الاوستيوبلاست انتو اوستيوسايت وبقت بارد جوه البون. واذرز بيكام لاينينج ثين فيل سيلز زي اللي احنا شايفينهم كده، يعني هما ذي ايذر لاين ذا اوريدي فورم بون اور ذي كام بارد وذين ات. خلاص يبقى these are the active osteoblasts اللي هم cuboidal. لما خلاص خلصوا مهمتهم they become inactive and they line the already formed bone, the well formed bone of the mature bone, or they become buried within the bone ويتحولوا إلى osteocytes. اوكي طيب ادي اهي اللي هم ال osteocytes اللي buried جوه، وادي ال osteocytes أو الـ inactive osteoblasts اللي هم lining البون من بره. نيجي للـ other bone بقى اللي هي الـ osteoclasts. بصوا الـ osteoclasts شكلها إيه؟ زي في الكارتونز كده اللي بيبقى عندهم سنان، عندها سنان قوية because it's a bone eating cell. وزي ما احنا شايفين بتبقى عندها nuclei كتيرة multi-nucleated and large. يبقى they are large multi-nucleated cells with ruffled border. ruffled border يعني البوردر بتاعها مشرشر زي الاسنان. الاوستيوكلاست بتطلع من فين؟ فاكرين لما قلنا ان الاوستيوبلاست من ضمن وظيفتها differentiation of osteoclasts، زي ما احنا شايفين هنا ادي اللاينج بتاع المايكروفاج ده برضو من الستام سيلز اللي في البون مارو، بيطلع من اللاينج ده لاين تاني يديني الاوستيوكلاست. ادي الاوستيوكلاست بروجينيريتور او بريكيرسر اللي هي بتنتهي بالاوستيوبلاست. الاوستيوكلاست اللي هي لارج مالتي نيوكليتد رافل بوردر سيلز موقعها فين من الاعراب؟ كنا بنقول الاوستيوبلاست موقعها فين؟ فيري كلوز لما بتبقى اكتف للاوستيويد تيشو. طب امال دي اللوكيشن بتاعها فين؟ للمينرالايز بون، بتبقى اتاش للمينرالايز بون. لماذا؟ عشان تبتدي تاكل فيه وتعمل فيه الدستراكشن اللي هي شغلتها الاساسيه. تعالوا نشوف بتشتغل ازاي. How does it function؟ شايفين ادي الاوستيوكلاست اللي هي large multi-nucleated with ruffled border بتيجي وتعمل anchoring على المينرالايزد بون، الماتيور مينرالايزد بون. بتعمل anchoring بحاجه اسمها integrins، يعني عندها زي molecules كده that becomes adhesive to the bone. بشبه الاوستيوكلاست دي بالظبط زي، عارفين الاوناش الكبيره اللي بتيجي وتعمل حفره كبيره قوي في الاسفل، مش بتلاقوها حتى ايديها على الارض كده زي بريكس على الارض، زي سندات، حاجه تمسك جامد عشان تسمح لها انها تحفر عشان ما تتحركش. فنفس القصه بتعملها الاوستيوكلاست، بتيجي بالانتجرينز دي وتروح ماسكه اللي هم الشروط السوداء دي، ماسكه بقوه على المينرالايز بون. وبعدين تبتدي بعد كده بحاجه اسمها هيدروجين بامبس. هيدروجين بامبس دي بتطلع من رافل بوردر عن طريق انزيم انهايدريز 2 انزيم، ده بيساعد الهيدروجين بامبس دي بتطلع. ده عشان تعمل ايه الهيدروجين بامب دي؟ عشان تعمل ديزولفنج للبون مينرالز الموجوده. اوكي وبعد كده في لايسوزايم انزيمز جوه برضو، اللايسوزايم انزيم دي بتكمل على الديجراديشن اوف ذا بون ماتريكس. يبقى تاني الاوستيوكلاست بتانكر اتسلف تو ذا بون، وبعدين ثرو
الهيدروجين through its ruffled border الهيدروجين pump ده بيطلع عن طريق anhydrase enzyme 2 بيساعد على ان الهيدروجين pump ده يطلع. الهيدروجين pump ده يبتدي يعمل dissolution للماتريكس of the bone واللي يكمل على بقية dissolution ده اللايسوزايم enzymes اللي بتيجي وتنخر في البون وتعمل dissolution لبقية الماتريكس. يبقى تاني ادي الانتجرينز, ادي الهيدروجين pump, ادي اللايسوزايم انزايم. اوكي, وشايفين بقى مكان ما الاوستيوكلاست واقفه عملت ايه؟ عملت حفره كبيره زي اللي بقول لكم بيحفر في الارض ده, عملها حفره كبيره في البون. طيب فاضل لنا الاوستيوسايتس. تفتكروا الاوستيوسايتس جت منين؟ فاكرين لما كنا بنتكلم عن الاوستيوبلاست كانت دي one of the theories انها بتبقى برد وتبقى اوستيوسايت. يبقى الاوستيوسايتس ار سمول فلاتن سيلز زي ما احنا شايفين كده within the bone matrix which are connected to one another زي ما انتم شايفين ماسكين في بعض زي في سلسله كده, they are in contact to each other and to the lining cells on the bone surface by a canalicular network that contains the bone extracellular fluid. يبقى البون اوستيوسايتس دول بيبقوا ماسكين بنتورك عن طريق الاكستراسيلولر فلويد اللي موجود في البون ماتريكس. يبقى ده الاوستيوسايتس. الاوستيوسايتس لوكيتد فين؟ لو هنتكلم على الكورتيكال بون يبقى they are circumferentially فاكرين arranged حوالين الهافيرشن سيستم, ولو بنتكلم على الكانسيلس بون يبقى they are arranged parallel to each other وماسكين ببعض بالنتورك بتاع الاكستراسيلولر تيشوز. يبقى ده في الكورتيكال بون circumferentially arranged زي ما احنا شايفين كده, وفي الكانسيلس بون they are arranged parallel to each other. طيب ايه الفانكشن بتاع الاوستيوسايتس؟ plays an important role in the osteogenic response to mechanical stimuli. يعني ايه الكلام ده؟ ال osteogenic response to mechanical stimuli ازاي بيحصل new bone formation؟ بالميكانيكال ستيمولاي, بالاكسرسايز اللي بنعمله, بالمشي اللي بنمشيه, كل ده بيبقى فيه شد بالتندنز اوف ذا ماسلز على البونز تعمل لها sort of waking up, اصحي ابتدي اعمل new bone formation. So these mechanical stimuli attract the bone to start new bone formation. So this osteocyte plays an important role في osteogenic response, a response بتاع البون للميكانيكال stimuli. ازاي؟ sensing physical strains اللي هو muscular exercise and initiating an appropriate modeling or remodeling response via the production of chemical messengers. يعني ايه الكلام الكبير قوي ده؟ احنا قلنا ان البون بالميكانيكال ستيمولاي بيبتدي يشتغل ويعمل بون فورميشن. طب هيبتدي يشتغل ازاي؟ الاوستيوسايتس دي بتطلع كيميكال ميسنجر. كيميكال ميسنجر يعني ايه كيميكال ميسنجر؟ كيميكال ميسنجر ده ممكن يبقى انزيم, ممكن يبقى هرمون, يبقى whatever. So these osteocytes بيطلعوا كيميكال ميسنجر زي جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز, this is an enzyme, زي النيتريك اوكسايد, زي البروستاغلاندينز, زي الانسولين لايك جروث فاكتورز, دي كلها كيميكال ميسنجرز. الكيميكال ميسنجرز دي بتاثر على البون تقول له ان في ميكانيكال ستيمولاي اس على البون وبتدي تشتغل. شوفوا so we can see that the osteocytes has a very important role. طب كلمه موديلنج وريموديلنج دي يعني ايه؟ هنشوفها بعد السبب. يبقى تاني تو سما الاوستيوبلاست بمفهومنا كده بتاع زمان هي البون فورمينج سيلز, بس ما ننساش ان لها رول مهم كمان قوي في ان هي تساعد الاوستيوبلاست تبتدي تو ديفرنشيت اند تو اكتيفلي اكت اتس رول. هو ايه الاكتيف رول بتاع الاوستيوبلاست؟ انها اتس ا بون ايتنج سيل, انها بتمسك في البون وتبتدي تكسره علشان يعمل حفره وبعدين يخش في البون فورميشن بعد كده. ومين اللي بيعمل البون فورميشن؟ الاوستيوبلاست. طب امال الاوستيوسايتس دي جت منين؟ فاكرين جت منها بيرد اوستيوسايتس. طب امال وظيفتها ايه؟ لها وظيفه مهمه قوي في بون فورمينج وبون ديستراكتيف. هي اللي بتعمل الهارموني بين الاثنين, هي اللي بتعمل الاكتيف موديلنج وريموديلنج. ازاي؟ بانها بتطلع كيميكال ماسنجر يقول لي للبون يا بون رجاءً
respond to the mechanical stimuli اللي جاية لك من muscles and start to actively model and remodel. تعالوا نشوف يعني ايه modeling and remodeling. دي كلمة bone remodeling زي ما تقوله reshaping او يعمل remodel للبون. يعني it is a process by which old bone is removed and subsequently replaced by new bone. This is the remodeling. وعشان كده الاوستيوسايد بتعمل الهارموني بين الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست. الحته دي مفهومه يا جماعه؟ طيب يبقى it is the process, كلمه remodeling, it is the process by which old bone is removed and subsequently replaced by new bone. It occurs both في الكورتيكال والكانسيلس بون. بتحصل في الاثنين. And it occurs, بتحصل فين في البون؟ It occurs at discrete sites at the bone surface called bone remodeling units. ايه بقى البون ريمودلينج يونت دي؟ عارفين اليونت بتاعت البريست اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ الدي دي ال يو مظبوط. واليونت بتاعت اللنج هي ايه؟ الالفيولس والترمينال برونكيولز. And the bone remodeling unit is the unit of the bone. Okay? هي الحتة اللي بيحصل فيها البون ريمودلينج البون ديستراكشن والنيو بون فورميشن. يعني ايه برضه مش فاهمه؟ البون ريمودلينج يونتس على تخيلوا ان البون ده زي الترابيزه دي بيبقى فيها نقاط. النقاط دي معموله من بون ريمودلينج يونتس دي اللي بيحصل عليها النيو بون فورميشن والبون ديستراكشن. تمام؟ طب يعني هي نقط جنب بعضها كان الترابيزه دي متكونه من ألواح خشب صغيرة قوي قوي. نفس الفكرة اللي بيحصل. This is the bone remodeling unit اللي هي لو تخيلنا الحتة دي اللي فيها بتيجي الأوستيوكلاست تكسر وتعمل حفرة, تيجي بعديها الأوستيوبلاست عند الحتة اللي هي لونها أفتح شوية دي اللي هي الأوستيويد تيشو عشان تعيد بناء الحتة دي وتعمل ديبوزيشن لل البون ماتريكس للمينراليزيشن يعني اوف ذا بون, وبعدين بعد كده تبقى بارد وتتحول لاوستيوسايت. سو ذس الحته اللي فيها الحفره اللي بتتكون عليها بعد كده البون از ذا بون ريمودلينج يونت. هنشوف لها تاني صوره تانيه اهي. يبقى البون ريمودلينج بيتكون من حاجتين, اوستيوكلاست تاكل واوستيوبلاست تبني. يبقى متكونه من ريموفل اند سينثيسيس. يبقى it consists of removal of a quantum of mineralized bone by osteocytes وتعمل لي cavity and synthesis and mineralization of osteoid tissue by osteoblast within the created cavity. كلام مفهوم يا جماعة؟ كويس. يبقى ادي الاوستيوكلاست بالرافل بوردر وادي الاوستيوسايتس للاوستيوبلاست, وبعدين تنتهي المقام بانها تتحول الى osteocyte. And this is the osteoid tissue اللي هيتحول بعد كده إلى compact bone أو cancellous bone أو mature bone. طيب دلوقتي كلمة bone remodeling دي احنا تخيلنا دلوقتي إن bone remodeling حفرة وبعدين الحفرة دي كده. ده في الأحوال الطبيعية. If the amount of bone removed is equal to the amount of bone deposited. في الحالة دي الحفرة هتتقفل وهيبقى عندي بون سليم 100%. So normally resorption is followed by formation. ده اللي بنسميه coupling. It's a coupling يعني اتنين مع بعض. لما بيحصل ان البون اللي اتشال قد البون اللي ديبوزيتد بنسمي ده بالانس. ده قد ده. طب ولو الحكاية ما حصلتش بقى, لو البون اللي اتشال اكتر من اللي ديبوزيتد هيحصل ايه؟ هيحصل حفرة. مش كده؟ الحفرة صحيح ممكن تكمل شوية بس لو ما كملتش خالص هيفضل لي عندي حفرة. And الحفرة اسمها a pore. And from here came the word porosis. بقى عندي بون مليان حفر. Okay? So normally resorption is followed by formation and this is called coupling. Normally the amount of bone بيساوي البون amount of bone resorbed. I'm sorry. The amount of bone resorbed بيساوي the amount of bone formed within an individual remodeling unit. وده اللي بنسميه البالانس.
The newly formed bone, اللي هو the end stage of remodeling process, is known as a bone structural unit. احنا قلنا الكلمة دي. The time taken for completion of a bone structural unit in the adult skeleton is 3 to 6 months, mostly occupied by the formation. دايما عملية البناء بتاخد وقت أطول من عملية الهدم. يبقى تاني البون بتاعنا عبارة عن ملايين الملايين من structural units. Bone structural unit. Okay? So the bone structural unit, if it's not completed, هتسيب لي خرم. هنشوف مع بعض بعد كده نكمل القصة تاني بتاعت البون ريموديلينج اللي هي عبارة عن الحاجتين دول, process of activation و process of remodeling, أو عملية هد وعملية بناء. احنا عندنا ده الماتيور بون اللي هو بنسميه mineralized bone, عبارة عن lining سيلز اللي هي فاكرين الاوستيوبلاست اللي بتبقى لايننج البون من فوق, وتحتها في الاندوستيال ميمبرين. ده شكل البون لما بيبقى كويسنت, او خلاص هو this is the mature bone في الكويسنت ستيج, بيبقى عباره عن سيلز كفرنج ات وتحتي اندوستيال ميمبرين. عشان نبتدي بقى عمليه الهد, عشان الاوستيوبلاست تجد البون ده وتاكله, لازم يحصل ان التو لايرز دول بتاع اللايننج سيلز والاندوستريال ميمبرين يبعدوا كده, يدوا مجال للاوستيوكلاست تيجي عشان تانكر وتاكل البون. فاللي بيعمل العمليه دي, اللي بيخلي الممبرين ده يبعد والسيلز دي تبعد, الميكانيكال ستيمولاي اوكي, هي بتخلي اكتيفيشن للبون عشان يبتدي ينشط فالسيلز دي تبتدي تبعد. وبعدين كمان البيوكيميكال ستيمولاي, فاكرين البيوكيميكال ستيمولاي اللي هي كانت بتبقى سيكريتد بالاوستيوسايتس, تبتدي برضو تعمل لي ريتراكشن وديسوليوشن اوف ذس ميمبرين. بعد كده بيحصل دايجيشن للاندوستريال ميمبرين اللي هو المشرشر اللي قدامكم ده, عن طريق ميتالوبروتينيزس انزيمز بتيجي تعمل له كومبليت ديسوليوشن. فيبقى عندي هنا دلوقتي البون عريان تماما وجاهز ان الاوستيوكلاست تبتدي تعمل انكرينج عشان تبتدي تشتغل. اوكي, يبقى جينا هنا تاني, يبقى البروسيس اوف اكتيفيشن, معنى اكتيفيشن ايه؟ تحضير البون انه يبتدي يتاكل في الستراكشر, في البوني ستراكشرال يونت. يبقى اول حاجه زي ما احنا شايفين هي الكويسن ستيج اللي هو الماتيور بون اللي قاعد بتو كفرنج, عنده سيلز كفرنج ات وتحتيها اندوستريال ميمبرين. تاني حاجه ريتراكشن اوف ذا لايننج سيلز, السيلز بتبتدي تريتراك اهي. تالت حاجه دايجستشن اوف ذا اندوستريال ميمبرين بالانزيمز. تالت حاجه الاوستيوكلاست بتبتدي تيجي عشان تبتدي تشتغل وتعمل شغلها, الحفره اللي بتعملها. طيب نيجي بقى البروسيس اوف ريموديلنج. الريموديلنج بيبتدي عندي الكويسنت بون اهو اللي حصل له اكتيفيشن, الريموديلنج يبتدي ازاي بقى؟ بيحصل الاوستيوكلاست تبتدي تعمل ريزوربشن, تبتدي تاكل, وبعدين تيجي وراها على طول الاوستيوبلاست تبتدي تعمل ديبوزيشن على الاوستيويد تيشو بالكالسيوم, وبعد كده يحصل كومبليت مينراليزيشن فولود باي الستراكشرال بون يونت تبقى كومبليتد. كومبليتد ازاي؟ بان الحفره دي تكون اتملت خالص بالاوستيويد تيشو اللي اتملى كالسيوم من اللايز. اوكي يا جماعه. طيب during our lifetime بيحصل changes في البون ماتريكس بتاعنا او البون ماس, كتله البون دي بيحصل لها تغيرات. ده الجراف ده بيورينا الايج فيرسس البون ماس. زي ما انتم شايفين الاحمر ده الجراف بتاع الميلز, والاسود ده الجرافز بتاع الفيميل. We all start by a starting point واحدة لما نتولد. لما نتولد الميلز والفيميلز بيبقوا عندهم same starting point. But under physiological conditions, سبحان الله, الميل بيبقى عندهم البون ماس بتاعهم بيزيد عن الفيميل. يعني under physiological condition لما بيحصل complete maturation للسكيلتون بنوصل عند الايدج of around 25, البون ماس بتاع الميل بيبقى سوبر سيدنج الفيميل under physiological conditions.
وبعدين بعد كده under physiological conditions كمان بالاثنين بيصلوا الاستابيليتي لغايه ما نوصل للايج اب اراوند 45 بيبقى عندي ستيج اوف بالانس بيوصلوا للبيك بون ماس ويفضل زي ما هو لا بيكبر ولا بيصغر under physiological conditions. نيجي بعد كده with aging لما الستات والرجاله بيكبروا الستات بعد ال 45 لغايه ال 55 بيخشوا في منطقه المينوبوز فبيحصل ديكلاين للبون ماس. الديكلاين ده بيحصل زي ما انتم شايفين ان ستيب لادر فاشن بيحصل هبده مره واحده للبون ماس بتقل مره واحده عند الستات. طب وات اباوت ذا ميلز؟ الميل بيحصل برضو ديكريس ان بون ماس بات ان لينير باترن يعني الهبده الكبيره دي ما بنشوفهاش في الرجال ولذلك وي always hear about osteoporosis in relation to the menopause في السيدات and in relation to diminution in testosterone عند الرجال. ما هو الستات المينوبوز يعني diminution of the estrogen and progesterone مش كده؟ الميلز ما احناش عارفين قصة المينوبوز في الميلز but there is decrease in testosterone with aging of course and this is one of the causes of the osteoporosis in males. تفهمنا؟ يبقى تاني الستات والرجال عندهم نفس الكتلة العظمية عند الولادة بس بالزيادة في السن عند الماتوريشن عند الايج اوف 25 الرجالة فيسيولوجيكلي under normal conditions بيبقى عندهم البون ماس أعلى والستات بيبقى البون ماس أقل وتيجي كمان هبدة المينوبوز فبتقلل أكتر وأكتر الستات عن الرجال. So what determines the peak bone mass? ايه اللي بيخلي يبقى عندنا البيك بون ماس ان الكتله العظميه دي تبقى يعني well formed اللي عند السن ال 25؟ في genetic factors وفي nutritional status وفي physical activity وفي gonadal status. الكلام ده احنا عارفينه وقلناه في السكه قلنا gonadal status الاستروجين والتستوستيرون are very important. الفيزيكال اكتيفيتي اتكلمنا عليها اللي هي بتعمل الميكانيكال ستيمولار. جينيتك فاكتورز دي حاجه بقى رباني اذكركم بيها ازاي. لو تلاحظوا مثلا في الالعاب الاولمبيه بنلاقي ان البلاك ريس اللي هم الناس الافارقه قوي الزود قوي بيبقوا شاطرين قوي في القفز وفي الجري لانهم عندهم بون ماس قوي قوي ده جيناتيكلي ربنا خلقهم كده ده حاجه زياده. اوكي سو النيجرز النيجروز عندهم بون ماس كتله عظميه اعلى من بقيه البشر. النيوتريشنال ستاتس ودي بنركز عليها قوي دايما نقول ان الامهات لازم ياخدوا بالهم ان اولادهم ياخدوا كميه كافيه من اللبن عشان الكالسيوم. سو كالسيوم اند فيتامين دي ار فيري امبورتنت فور البون ماس ديفلوبمنت good bone mass. يبقى البيك بون ماس تاني محتاج فور فاكتورز جينيتيكلي حاجه بتاعت ربنا نيوتريشن فيزيكال ستاتس اند جونادال ستاتس. يبقى دول الفور فاكتورز. طب وات كنترولز بون ريموديلنج؟ ايه اللي بيعمل كنترولنج للبون ريموديلنج؟ لما ايه اللي بيخلي ال بون ستراكشرال يونت دي تتكمل وما تبدلش فيها بور؟ ايه؟ سيستميك هرمونز ميكانيكال ستيمولاي الاثنين دول بيعملوا بيطلعوا لي حاجه اسمها لوكال سايتوكينز اند جروث فاكتورز. فاكرين الجروث فاكتورز اللي بتطلع من الاوستيوسايتس؟ فيري ويل. فدول اللوكال سايتوكينز والجروث فاكتورز مسؤولين على البون ريزوربشن اند بون فورميشن. يبقى ميكانيكال ستيمولاي شايفين اهميه الاكسرسايز كمان اند سيستميك هرمونز. طيب تعالوا الفيسيولوجي اوف بون لوس كيف يحدث البروسيس بقى؟ زي ما قلنا قبل كده بون اندرجوز ا كونتينوس بروسيس اوف ريزوربشن اند فورميشن ان ديسكريت بون ريموديلنج يونتس. صح الكلام؟ احنا بنعيد بس. البون لوس ريزلتس from an imbalance between rates of resorption and formation. يحصل resorption أكتر من الformation. فالنت ريزلت إن بدل ما يبقى عندي pores قليلة يبقى عندي pores كبيرة ومش متكملة.
Trabecular bone is metabolically more active and osteoporotic fractures tend to occur at sites composed more than 50% of trabecular bone. عشان الترابيكولار bone is more active فالosteoporosis بنلاقيها بتحصل فيه أكتر. ولذلك 50% of osteoporosis occurs في الترابيكولار sites دي. وعشان كده هنشوف دلوقتي لما بنيجي نعمل measurement للosteoporosis بناخدها في الحتة اللي فيها ترابيكولار bone. هنشوف بعد شوية. 50% of trabecular bone and 35% of cortical bone mass are lost over lifetime in females. شايفين يا جماعة 50% من trabecular bone و 35% من compact bone بيحصل لها loss during the postmenopausal age of the woman. 2/3 of this amount is lost in males لأنه طبعا عنده bone mass الاندكس بتاعه اعلى من الفيميل وما بيحصلوش الهبده اللي بتحصل بتاعت المينوبوس. فشايفين النت ريزلت البون هيبقى ثن وفي ايروجنز اكتر اللي هي الحفر يعني. طيب في تو بيزك ميكانيزمز اوف بون لوس. واحده انكريس في التيرن اوفر يعني انكريس في النمبر اوف ريموديلنج يونتس. تاني ريموديلنج امبالانس. يعني ايه امبالانس؟ يعني الكميه اللي بتتشال بتبقى أكبر من الكمية اللي بتبقى deposited. فالنت ريزلت شايفين الحفرة هنا under normal physiology هيكملت. under pathology أو في condition of osteoporosis بتكمل إلا حبة مش كلها بتكمل فتفضل عندي دايما في خرم في العظم. This type of bone loss is irreversible within that remodeling unit. يعني لو الاوستيوبوروسيس الريموديلنج يونت بنقول انها بتحصل from 3 to 6 months بتاخدها 3 to 6 weeks بتتكمل البون ستراكشر يونت. احنا عندنا ملايين من الستراكشر يونتس طبعا مش كلهم بيحصل لهم ريموديلنج في نفس الوقت والا نتكسر كلنا مره واحده فبتحصل في حتت واحده. الحته اللي ما كملتش during this cycle يبقى خلاص مش هتكمل. يبقى معنى كده ان الاوستيوبوروسيس ملوش علاج؟ لا الاوستيوبوروسيس له علاج. له علاج ازاي؟ لما بتاخد الست علاج الستراكشرال يونتس تتسنى بتبتدي تتكمل. اللي ما كملتش خلاص ملهاش حل لكن في البروسيس از اون جوينج فاحنا بنحمي ذا ريست اوف ذا بون من انه يحصل له اوستيوبوروسيس. اوكي؟ الفاكتورز ديتيرمينينج البون ماس فاكرين كان في جينيتك فاكتورز وكان في environmental factors كان بنقسمها لphysical فاكرين physical activity والnutritional زي الكالسيوم فيتامين دي وفي smoking وفي disease with treatment. تعالوا نشوف ازاي genetic factors قلنا في races زي الناس السود والsex can be determining factor. الستات عندهم مشكلة أكتر من الرجال. Women are at a higher risk than men. Thin and slender women have a lower bone mass and are therefore more susceptible. يعني الستات السمان ربنا عادل يعني بيخلي الستات الرفيعين شكلهم كويس لكن الستات لكن عرضة أكتر للأوستيوبوروسيس. تفتكروا ليه يا جماعة الستات الدخان أقل عرضة للأوستيوبوروسيس؟ عشان برافو عشان الفات السبتوتينيس فات بيبقى فيه كوليسترول بيتحول الى استروجين فعندها استروجين اضافي بيحميها من الاوستيوبوروسيس. بس عايزين نقول للسيدات السمان وانا واحده منهم ان احنا ناخد بالنا ان الاستروجين الزياده ده عليه question mark because of the breast and uterus. This is an extra estrogen for what especially at the menopause اللي هو مفروض ما فيش هرمونز بيبقى الست عندها اكسترا استروجين so she is more liable لا قدر الله للبريست كانسر and endometrial cancer. اوكي and a family history of osteoporosis زي ما بنقول ان الكانسر بريست هاز دايما بنسال على الفاميلي هيستوري في الاوستيوبوروسيس شرط بيبقى الست دايما نسالها اذا الوالده او الاخت او الخاله عندها اوستيوبوروسيس so she is more liable to osteoporosis. طب ما فيش تكييف ولا ايه يا جماعه؟ أنا حفطس يعني منكم. نعم؟
من بره ايه بنفتحه من بره اه بصي هتلاقيه وشك على طول اسمك ده بنتوا قفازول يا جماعه لا حول ولا قوه الا بالله عايز تعليق شفنا عايز لا وشغله انا اصلي بتحر بسرعه غير طبيعيه وبعدين ايه نعم الجو حر مش ناقص اه ففي ريسك فاكتورز اذر ذان الجينيتكس بس هنستنى الدكتوره اللي راحت تنقذنا دي ما نسيبهاش في امل علته خفض الدرجه طيب الحمد لله تعبير دقيق اوكي بجانب الجينيتك ريسك فاكتورز عندي ميديكال ديس اوردرز زي ايه زي سيرتن ديزيز زي الهايبر بارا والهايبر ثايرويديزم والروماتويد والكرونيك ليفر ديزيز كل دول من الحاجات اللي بتؤدي الى اوستيوبوروسيس في برولونج يوز اوف كورتيكوستيرويدز وهنشوف دلوقتي الكورتيكوستيرويدز له دور كبير قوي في الاوستيوبوروسيس هنعرف بيعمل ازاي وفي نيوتريشن ولايف ستايل اللي هي النيوتريشن زي الكالسيوم والفيتامين دي ديفيشنسي طبعا واللايف ستايل زي الانكتيفيتي اللي هو ان الستات ما بتتحركوش سموكينج والكحول من الحاجات اللي بتساعد على الاوستيوبوروسيس من الكلام ده كله نعرف ان لما بنيجي نفحص السيده الاوستيوبوروسيس بنعمل لها فحص اللي هو الليكسا الجول اكس راي ابزوربشنتري في كويستشنير بيبقى بتتضمن كل الفاكتورز دي نسال اذا عندها هايبر بارا اذا عندها باراثايرويد اذا عندها ليفر ديزيز اذا كانت بتشرب سجاير اف شي از ان اكتف ستيت اللي طول النهار قاعده في البيت ما بتتحركش ما بتعملش شغل البيت ما بتنزلش تشتري طلبات البيت كل الحاجات دي بنسال عليها عشان نعرف الالمنتس اوف اوستيوبوروسيس ايوه يس وعشان كده دول بيدوهم سيرتن تريتمنت مع التستوستيرون مع الهرمون الثيرابي بيدوهم سيرتن تريتمنت تو جارد اجينست اوستيوبوروسيس So osteoporosis is classified into primary and secondary. The primary osteoporosis كرناها واحنا بنتكلم ال postmenopausal this is type 1 senility type 2 احنا عارفين ان الرجاله والستات الاثنين بيحصل لهم osteoporosis besides the postmenopausal and type 3 الايديوباثيك والايديوباثيك ده بنلاقيه في الاطفال اطفال صغيرين عندهم 5 و6 سنين بيجوا باوستيوبوروسيس اوكي مال ايه هو السكندري السكندري بقى للديزيزز اندوكراينال زي الثايروتوكسيكوزز والهايبوغادانيزم والكوشنج المال ابزوربشن ليفر ديزيز ذكرناها قبل كده روماتويد روماتولوجيكال ديزيز ذكرناها قبل كده مالينسي زي المالتيبل مايلوما ودراجز زي الكورتيكوستيرويدز والهيبرين تعالوا نشوف الكورتيكوستيرويدز بتعمل ايه عشان تؤدي لي الى اوستيوبوروسيس الاكشن بيبقى على الكالسيوم اند بون ميتابوليزم في تو فاكتورز مهمين قوي بتزود الريزوربشن وبتقلل الفورميشن فالكورتيكوستيرويدز بتلعب لعبه خطيره قوي ازاي بتزود البون ريزوربشن عن طريق تو ميكانيزمز على الباول هنشوف بعد شويه وعلى الثايرويد وازاي بتقلل البون فورميشن برضو بتو ميكانيزمز على السوبرارينال وعلى البيتويتري جونادال اكسس والرسمه دي بتعبر جدا عن الشغل اللي بيشتغله الكورتيكوستيرويدز قلنا بتزود البون ريزوربشن عن طريق تو ميكانيزم على الباول بتخفض الكالسيوم ابزوربشن وعلى الثايرويد بتقلل لي الكالسيتونين والكالسيتونين ده بيبقى مهم تو جارد اجينست من التريتمنت اللي بتاخدها العيانين بتوع الاوستيوبوروسيس كالسيتونين اوكي سو بتديكريز الكالسيوم ابزوربشن بتعمل لي سورت اوف سيكندري هايبر بارا وبتقلل لي الكالسيتونين فالاثنين دول بيقللوا لي البون ريزوربشن وفي نفس الوقت بتزود لي بتقلل لي البون فورميشن عن طريق الادرينالز بتخفض لي سكس بتخفض لي الادرينال اندروجينز وعن طريق البيتويتري جونادال اكسس بتقلل لي السكس ستيرويد برودكشن اوكي
فالاثنين دول بيقللوا لي البون فورميشن. سو ذا كورتيكوستيرويدز بتزود لي البون ريزوربشن وبتقلل لي البون فورميشن, فبالتالي ات ليدز تو بون لوس. تعالوا نشوف بقى الحته اللي تهمنا انا احنا, المانجمنت اوف اوستيوبوروسيس. المانجمنت دايما كلمه مانجمنت بتشمل حاجتين, دايجنوستس وتريتمنت. احنا طبعا اللي يهمنا في القصه دي هي الدايجنوستس. احنا عرفنا دلوقتي ازاي الاوستيوبوروسيس بيحصل, تعالوا نشوف هاو دو وي ميجر اوستيوبوروسيس. الاول الديفينيشن اوف اوستيوبوروسيس دي اتحطت سنه 94 عن طريق ال WHO, قالت اتس ا بروجريسيف systemic skeletal disease characterized by low bone mass and microarchitectural deterioration, يعني microfracture of the bone tissue with a consequent increase in bone fragility, بتزود ال bone fragility. So it's a disorder resulting from a combination of bone, low bone mass, what we call osteopenia, and low trauma fractures. العينين اللي بيجوا بأوستيوبوروسيس بيجوا ساعات بكسر, بيقول لك انا ما اتكسرتش, يعني انا ماشي كده مره واحده جالي وجع سيفير بين ان ماي باك لوكالايزد, يحصل لها فيرتيبرال فراكشر. اوكي هنشوف مع بعض. The typical size of osteoporotic fracture قلنا كان يبقوا فين دايما؟ بالكانسلس بون اكتر, يعني اتس ذا مور اكتف, فبتحصل في الفيرتيبرال بون, في الديستال فور ارم, في البروكسيمال فيبر. فاكرين ان الكانسلس بون كان بيحصل فين؟ جوه الفلات بونز وفي الانس اوف لونج بونز, عشان كده بنقيس في الابر فيمر, في الديستال فور ارم, وفي الفلات بونز زي الفيرتيبر. فاكرين المنظر ده يا جماعه؟ الجراف ده فاكرينه؟ اللي هو البون ماس والستيج اوف كونسوليديشن اللي هي من 25 ل 45, then the decline اللي بيحصل في الميل والبوست منوبوزال بون لوس, فاكرينه ده؟ اوكي. So let's talk about the bone density. Bone density is lower in women than in men, لأن البون ماس أقل. Decline in bone density is rapid after menopause, then it slows down. By the age of 65, الكلام ده كله معاد. 25% of the peak bone mass has been lost. ربع البون ماس has been lost عند the age of 65. عند the age of 75 بقى 94% of white women have low bone mass and 38% have osteoporosis. ليه بنتكلم على الوايت؟ لان طبعا اسفا كل الريسيرش بيحصل في البلاد الوايت بيبل, بلس ان هم اكثر عرضه, لان قلنا الغامقين اقل حدوث الاوستيوبوروسيس فيه. How do we diagnose osteoporosis? Diagnostic evaluation of osteoporosis. اولا establish presence of low trauma fractures بالspine radiographs. اول حد بيشوف الاوستيوبوراتيك فراكتشرز هم الراديولوجيست, وخصوصا ان الشيست اكس راي من الحاجات اللي فيري كومن اللي بنشوفها, وفي الشيست اكس راي بيبقى في PA ولاترال بنشوف فيه dorsal spine. ف بليز دو نوت اجنور لوكينج ات دي dorsal spine. كتير قوي بنلاقي المنظر ده, شايفين الفيرتبري هنا شايف نورمال, وبعدين شايفين الويدجينج اللي هنا, وفي برضو هنا ويدجينج, وبرضو هنا وهنا بس اقل من ده. This wedging, this is due to osteoporosis and this is what we call vertebral fractures. الفراكشر في الفيرتبري ما بتبقاش زي اللونج بونز, بتبقى عباره عن ويدجينج. So spinal radiographs دي اول حاجه. Then second to exclude secondary osteoporosis. احنا بنعرف نشوف المالتيبل مايلوما, وبنعرف نشوف الاوستيوماليشيا, وبنعرف نشوف الهايبر بارا, كل الحاجات دي من الكوزز اوف سيكندري اوستيوبوروسيس. بقيه الحاجات ممكن باللابوراتوريز بقى. وثالث حاجه ارحمكم الله, ايفالويشن اوف بون تيرن اوفر عن طريق البايوكيميكال ماركرز دي باللابوراتوري, وبون هيستومورفولوجي شكل البون زي ما قلنا اللي هي في الويدجينج مثلا اوف ذا فيرتبرا. وبعدين في بقى هاو تو ايفالويت الديجري اوف اوستيوبينيا اند دايجنوزس اوف اوستيوبوروسيس وريسك اوف فراكشر, دي بقى اللي هو موضوعنا اللي هو النهارده اللي هو البون دنسيتومتري اللي هي الدكسا. الايفالويشن اوف اوستيوبوروسيس فيه البايو ماركر
البايوكيميكال ماركرز مالناش دعوه بيها, وفي البي ام دي ميجرمنتس اللي هي الدكسا البون مينرال دنسيتي ميجرمنتس. البون مينرال دنسيتي ميجرمنتس دي ممكن تبقى بالدكسا, دي هي التوب اوف ذا ليست, هي دي اللي بنهول عليها جدا, وهقول لكم بنهول عليها ليه بعد دقيقه, لان في اذر ميجرمنتس زي الكوانتيتيف سي تي او الكيو سي تي او الكوانتيتيف التراساوند, دول برضو بيعملوا بون مينرال دنسيتي ميجرمنتس, لكن لا نعول عليه, بنعول فقط على الدكسا او الجول اكس راي ابسوربشنتري. وده لماذا؟ لان البون مينرال, لان الدكسا بتقدر تقيس الاوستيوبوروسيس وتقدر تقيس اذا كان في ريسك فراكتشر, واهم من الاثنين دول بتقدر تشوف افتر تريتمنت العيان ده بيتحسن ولا ما بيتحسنش. الباقيين بيقدروا يقيسوا الاوستيوبوروسيس لكن ما يقدروش يقولوا لي في ريسك فراكتشر ولا لا, وما يقدروش يقولوا لي ان العيان ده بيتحسن او ما بيتحسنش. And that's why the DEXA is the most important. طيب احنا بالدكسا بنقيس ايه؟ بنقيس البون مينرال دنسيتي. What's the importance of the bone mineral density? The bone mineral density measurements are widely used to diagnose osteoporosis and to assess the risk of fracture. The state of the art technique is to measure bone mineral density by the DEXA. الهو classification قالت لنا ازاي لما اقيس بالدكسا البون مينرال دنسي اعرف في اوستيوبوروزس ولا لا, عن طريق حاجه اسمها the T score and the Z score. ال WHO عملت جراف عباره عن H versus ال T score. ال T score دي عباره عن المين taken as bone mineral density of a normal young adult woman لو بنقيس للستات, والادلت مان لو بنقيس للرجال. التي سكور دي بتبقى عباره عن من ماينس 1 فما فوق ومن ماينس 1 لغايه فما تحت. فالكتف بتاعي از ماينس 1, above that is called normal and below that is called osteopenia او osteoporosis. خلاص, فمعنى كده ان الماشين دي بيبقى فيها graphs fitted in the computer of this machine بالإيج بتاع العيانة بالتي سكور بتاعها, واحنا بنقارن بين العيان اللي على الجهاز وبين الجرافز اللي fed in this computer. okay, so T-score زي ما قلنا هي standard deviation of the bone mineral density. بتتقاس ازاي؟ احنا ما بنقيسهاش, الجهاز بيقيسها. طب الجهاز برضو بيقيسها ازاي؟ بيمجر البون مينرال دنسي بتاعت العيان اللي انا حطاه ويسبتراكت منه اليونج ادلت بون مينرال دنسي اللي هو فد ان ذا كمبيوتر, ويقسم على اليونج ادلت ستاندرد ديفيشن يطلع لي تي سكور. والله لو اعلى من ماينس 1 بنسميها نورمال, ولو من ماينس 1 لماينس 2.5 بنسميها اوستيوبينيا, ولو اقل من ماينس 2.5 بنسميها اوستيوبوروسيس. اتفقنا؟ في حاجه اسمها established osteoporosis. يعني ايه الترم ده؟ لما يكون التي سكور اقل من ماينس 2.5 and there is a history of one or more fractures, العيانه تيجي تقول لك انا عندي جالي كسر في الريست او في الهيب او عندي وجه في الفرتبرا, وتلاقي التي سكور بتاعها اقل من ماينس 2.5, يبقى this is a case of established osteoporosis. okay, اما في حاجه اسمها زد سكور. زد سكور دي بستخدمها انا لما بعمل بقيس البون مينرال دنسيتي للادلتس, بستعمل تي سكور, بقرا تي سكور وهي دي اللي اعملها ايفالويشن. لكن لو العيان بتاعي اقل من 18 سنه بستخدم الزد سكور. الزد سكور ده عباره عن ايه؟ برده الجهاز هو اللي بيقيسه, وبيقيسه بانه بيمجر البون مينرال دنسيتي بتاع التين ايج او الطفل اللي انا حطاه, بنقص منه الايج ماتش بون مينرال دنسيتي اللي زيه, واقسم على البوبوليشن ستاندرد ديفيشن. ده كله الجهاز ده بيعمله, وزي ما بقول هنا بنستخدمها لكل من هو اقل من 18 سنه. الامبورتنس اوف ميجرينج البون مينرال دنسيتي ايه؟ اولا بتعملي دايجنوستس تو ذا بيشنت ات ريسك اوف اوستيوبوروسيس, بتعملي دايجنوستس اوف اوستيوبوروسيس, بتستيميت الفراكشر ريسك, وبتمونيتور تريتمنت ريسبونس. هنشوف مع بعض دلوقتي يعني ازاي.
تعالوا نشوف الحالة دي. أول حاجة how to diagnose osteoporosis. زي ما قلنا we have to measure the bone mineral density عند ال three sites اللي بي commonly يحصل فيهم osteoporosis. زي the lumbar spine, زي the upper femur and the forearm. الثلاث أماكن. فأدي ستة هي نايمة على الجهاز وبالجهاز بيروح هو لوحده حاطط اللاينز دول في الديسك سبيسز اوف ذا لامبر سباين وبيفيد ان ذا كمبيوتر بالمعلومات الست دي يعني العيان ده راجل ولا ست الايج بتاعه الهايت والويت ده ذس از وات بيفيد ذا كمبيوتر ويث. بعد كده الكمبيوتر بيروح بيطلع لي جراف وقيس لي التي سكور والزد سكور مع البون مينرال دنس. بص يا جماعه البون مينرال دنس بتتقاس بالجرامز بير سنتيمتر سكوير. بص الرقم صغير ازاي ما نقدرش نعرف منه حاجه وي كانوت اندرستاند. والجراف اهو محطوط لي وقيس لي هنا التي سكور. بصوا بقى التي سكور احنا عندنا بالدبليو اتش او عرفنا التي سكور لما تبقى كذا يعني ايه. ادي التي سكور هنا طلع ماينس 3.2 يبقى العيانه دي مالها عندها ما نقدرش نقول استابليش هنقول عندها اوستيوكروز. استابليش لو كان عندي هيستوري اوف فراكشر اوكي يبقى عندها اوستيوبروسس في اللامبر سباين. جت قاست هنا عند الابر فيمر برضو الجهاز هو اللي بيحط لي اللاينز دي الريكتانجل الكبير ده بيحط لي هنا عند النك وبيحط لي انذر سمول سكوير كده عند الانتروكانتريك لاين وبعدين في سكوير كبيره قوي هو بيحط لي كل اللاينز دي ويقرا في الحتت دي ويروح مطلع لي برضو البون مينرال دنسيتي بتاعت الابر فيمر مع تي سكور. يبقى الست دي ماينس 2.3 يبقى هي ايه؟ اوستيوبينيك لسه ما بقتش ماينس 2.5. وبعدين نيجي عند ال في ال 4R وقرا لي التي سكور ماينس 3.5. ماينس 3.5 يعني ده مش بس اوستيوبروتيك وعندها ريسك اوف فراكشر. هنشوف ليه بقى قلنا ريسك اوف فراكشر. كل ماينس 1 ستاندرد ديفيشن اقل من ماينس 2.5 يبقى في ريسك اوف فراكشر. كل ما يقل عن 3.5 ماينس 3.5 يبقى عندي ريسك اوف فراكشر. اوكي يبقى خدتوا بالكم ان الست دي عندها اوستيوبروسس في اللمبر واوستيوبروسس في الريست بس عندها اوستيوبينيا في الفيمل. هو ينفع كده؟ ينفع كده. ساعات بتبقى نورمال هنا لكن اوستيوبوراتيك هنا. نفكر تاني ازاي؟ فاكرين بالظبط فاكرين ستراكشرال بون يونت قلنا عندنا ملايين ممكن تكمل في حتت وحتت تانية لا. فاكرين؟ اوكي يبقى دي بالدكسا قدرنا نشخص اوستيوبوروسس. تاني حاجه البون مينرال دنسي استيميتنج فراكشر ريسك. احنا مش قلنا الماينس 3.5 فيها اكزاكتلي او الجراف ده بيورينا ان كل ستاندرد ديفيشن اقل الريسك اوف فراكشر اللي هي هنا بتزيد. Several studies showed a strong relationship between bone mineral density and risk of fracture of the spine, hip and forearm. The strength of this relationship is as strong or even stronger than that between cholesterol level and the heart attack risk and blood pressure and the stroke risk. احنا عارفين ان كل ما الكوليسترول ليفل بيعلى كل ما نسبه الهارت اتاك بتعلى وكل ما البلاد بريشر بيعلى كل ما السيريبرال انفاركشن اور هيمريج تحصل. فالعلاقه القويه دي يمكن العلاقه بين البون مينرال دنسيتي والريسك اوف فراكشر اقوى. اوكي كل ما بتقل البون مينرال دنسيتي كل ما الريسك اوف فراكشر والاوستيوبوروسس بيزيد. Okay. To predict fracture risk at a given skeletal site, عايز اعرف في risk of fracture في lumbar spine اقيس عند lumbar spine. في risk of fracture في الhip او في الfemur اقيس عند الhip. Under normal circumstances we always measure the three sites. في adults في الصغيرين we only measure at the lumbar spine. وده ليه؟ لان معظم الاجهزة الموجودة في السوق دلوقتي it is only fed with lumbar spine graphs في الصغيرين. الأجهزة الحديثة بقى في الأذر سايدز كمان. أوكي؟ تعالوا نشوف الإكزامبل دي. دي سيدة عندها 65 سنة complaining of body aches.
عندها past history of bad hysterectomy من 17 سنة and she doesn't have H يعني ما خدتش HRT hormone replacement therapy or other treatment. اوكي تعالوا نبص القراءات بتاعتها عند lumbar spine minus 4.2 تبقى دي ايه بس برافو with risk of fracture. وعند الهيب برضو osteoporosis with risk of fracture. وعند الفورارم osteoporosis فقط مظبوط. يبقى osteoporosis with risk of fracture at the lumbar spine and left hip. ودي مهمة قوي ان انا اقول للدكتور بتاعها كده عشان ايه؟ عشان يعمل لها عناصر حماية. يعني ايه عناصر حماية؟ دلوقتي في حاجات بيلبسوها عارفين البامبرز بتاعة الاطفال في للكبار السن حاجة زي بامبرز كده بيلبسوها عشان يحموا الهيبس يبقوا عشان لو الست وقعت او حاجة يبقى في زي كوشن بتحمي الهيبس. وبرضو في حاجات to guard against fracture للvertebrae. يبقى recognizing and reporting vertebral fracture دي حاجة مهمة قوي بالنسبة للراديولوجيست. بمعنى ايه؟ ان احنا لما نشوف vertebral wedging the least wedging we see we should report. لما تكوني بتعملي chest x-ray للعيانة don't report normal chest من غير ما نبص على dorsal spine ما يمكن عندها wedging للvertebra. You should report that عشان الدكتور بتاعها يبتدي ياخد باله ويديها العلاج. So according to the IOF اللي هو International Osteoporosis Foundation up to 40% of middle-aged women in Europe will suffer one or more osteoporotic fracture during the remaining lifetime. شايفين النسبة عالية زي تقريبا 50% من الستات. Vertebral fracture occurs with higher incidence earlier in life than other types of osteoporotic fractures including the hip fractures. يعني ال osteoporosis manifestation of fractures بتبان اكتر حاجة في البرتبري قبل ما تيجي اول كسر. طبعا هيجي في الهيب او في الفور ارمز بتاعك هيجوا يجروا على طول. انما ال vertebral fractures they don't feel. بتشوفوا كتير قوي الناس المحنيين قوي this is osteoporotic fractures كلهم. فبيحصل واجين في الست تبتدي الست ساعات تيجي تشتكي لك ان انا بتقول لك هدومي بتطول عليا. هي هدومها ما بتطولش هي اللي بتقصر but she didn't recognize that. اوكي the presence بصوا بقى خطوره انك تشوفي واجين of a vertebra and you don't report. The presence of one vertebral fracture increases the risk of any subsequent vertebral fracture five folds. يعني الست اللي عندها vertebral fracture واحدة بيبقى عندها خمس أضعاف أي سيدة تانية إن يجي لها vertebral fracture. Of women who had a recent osteoporotic vertebral fracture 20% will sustain a new fracture within the next 12 months. شايفين برضو بيبقى عندها liability على طول في السنة اللي بعديها يجي لها fracture. Since the majority of vertebral fractures والله طيب ما انا يعني الكلام ده انا بقول لكم انه مهم جدا حتى on the practice level يا جماعه. لان احنا بنشوف عيانين كتير في الشيست اكس راي ده كل ثانيه بيجي لك شيست اكس راي. فبليز رجاء تبصوا على الدورس سباين. Since the majority of vertebral fractures do not come into clinical attention دي بقى radiographic diagnosis is considered to be the best way to identify and confirm the presence of osteoporotic vertebral fracture in clinical practice. The severity of vertebral fractures may be visually determined from radiographs using the semi-quantitative assessment criteria developed by Janet. Janet, ده عالم هو عمل لك a sort of quantitative analysis ازاي نوصف vertebral fracture mild, moderate ولا severe ازاي بأي طريقة هنشوف مع بعض بعد دقيقتين. All vertebrae with definite end plate fractures and or 20% or more decrease in height should be reported as fracture to avoid possible ambiguity. يعني ايه؟ فاكرين الدورسال سباين اللي شفناها مع بعض كان في واحده واضحه وجليه انها فيها وجه واللي بعديها اقل فما نستهونش بالاقل ده we have to report عليه. يعني مش لازم تبقى الفيرتبرا بلانه عشان نقول انها كولابس. اوكي early radiographic diagnosis of vertebral fractures followed by appropriate therapy will help prevent the occurrence of subsequent fractures.
وادي الجينت سيمي كوانتيتيف اناليسيس. ادي this is what we call wedge vertebra. لما الانتيرير هايت بيبقى اقل من البوستيرير بنسمي ده wedge. لما اللي فوق واللي تحت بيبقوا كونكيف بنسميها biconcave. لما اللي ورا بيبقى اقل من اللي قدام بنسميه crushed vertebra. So this is the description of how a vertebra has lost its height. Okay? والله لو الهايت اللي انتيرير اقل من البوستيرير ده اسمه wedge. لو البوستيرير اقل من الانتيرير ده اسمه crushed. لو اللي فوق واللي تحت حصل لهم biconcavity بنسميها biconcave. طب امال السيمي كوانتيتيف ايه بقى؟ لما بنقول mild ومودريت وسيفير. mild لو الديمينيوشن ان هايت بيوصل لغايه من 20 ل 25. اكتر من 25 لغايه 40 بنسميها مودريت، اكتر من 40 بنسميها سيفير. ده اتس ان اي بولينج. اوكي؟ يعني بالنظر كده. يبقى احنا عرفنا how to diagnose osteoporosis and how to monitor disc fracture. تعال نشوف for monitoring treatment response. وده له أهمية طبعا، لأن احنا قلنا الأوستيوبوروسيس لها treatment دلوقتي. طب العيان ده بياخد التريتمنت، عايزين نعرف is the treatment enough؟ لأن في several types of treatment هنشوفها بعد شوية. is it enough؟ يعني enough نديله كالسيوم فيتامين دي وبعدين نشوفه بعد 6 شهور وبعد سنة بيتحسن ولا stand still ولا بيتدهور. يبقى it's not enough كالسيوم فيتامين دي، لازم ياخد له حاجة زيادة. So it is therefore important as a mean of measuring both for the physician and the patient that the chosen treatment is effective in terms of bone mineral density. In the bone mineral density بزيد. تعالوا نشوف الاكزامبل ده. دي عيانة جات لنا في 99 وفي 2000 و2001 و2003. بصوا دي البون mineral density of the lumbar spine. بصوا يا جماعة هل هنقدر نحكم؟ شايفين الـ increase is very minimal. هنقدر نعرف في increase، بس is this increase significant increase؟ يعني بمعنى اخر التريتمنت ده تمام ولا لا؟ مش هنقدر عن طريق البون mineral density، لازم نرجع تاني للتي سكور، هو ده اللي هيساعد. ليه بقى للتي سكور؟ نفس القصه هنا. بصوا هنا ده بالنسبه مثلا للفيمر نفس الحكايه. ايوه حصل زياده، ده كمان ما حصلش زياده، هنا حصل نقصان. يعني كانت 93 بقت 58 هنا. طب النقصان ده significant ولا مش significant؟ To adequately say that the response of treatment is adequate, there should be a significant increase in bone mineral density. At the lumbar spine, بيبقى فيه 2.5% or more increase. عند الفيمر بنزودها شوية من 3-3.5% increase. أنا بقيسه السابق، الجهاز برضو بيقيسهولي. بجيب الفحص السابق على الفحص بتاع النهاردة وهو بيقول لي حصل increase في قد كده. أوكي؟ تعالوا نشوف مع بعض. الـ future trend. Current estimates indicate that the number of osteoporotic fracture will increase dramatically over the next 50 years. أخبار لا تبشر بالخير، يعني إن الـ osteoporotic fractures ده عايزين. طبعًا لأن حياتنا بقت very sedentary. إحنا طول النهار قاعدين، حتى التلفزيون بريموت كنترول، عربية ما بنتحركش كتير. أوكي؟ ففي possibility، لأن الـ physical activity، الـ mechanical strain اللي كان بيطلع لي الـ 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 growth factors وكده مش موجود. So this is due to كذا حاجة. أولاً في increase in life expectancy عشان الـ health care بقى أفضل، فهنعيش أكتر. فالـ senile osteoporosis مع الـ menopausal osteoporosis هيزيد. وبعدين دلوقتي بقى عندي technological advances will increase the number of people identified as being at risk. بقى عندنا الدكسة اللي بتقيس، وبقى الناس عندهم وعي أكتر إنهم يروحوا يقيسوا. فإذا في future trend of increase. Does this mean إن إحنا نعمل screening للأوستيوبوروسيس زي ما بنعمل screening للبريست كانسر مثلا؟ الإجابة الحقيقة لا. يعني internationally أو universally there is no requirement for screening. إما إيه، نفضل قاعدين حاطين إيدنا على حدنا؟ لا. High risk patient can be identified. Patients at high risk by assessing the number of risk factors زي ما قلنا الكويستيونير اللي بنعملها مع الأوستيوبوروسيس and targeting those with secondary causes of osteoporosis. احنا عارفين
الهايبرثايرويدزم، هايبر بارا، العينين اللي على الهيبرين، العينين اللي على الكورتيكوستيرويدز، كل دول نبقى واخدين بالنا منهم الهاي ريسك بيشنتس. وبعدين ده الكويستشنير اللي كنت بقول لكم عليه اللي بنحطه في الاوستيوبوراتيك لما بنيجي نكشف على العينه بالدكسا، بنحطه في الشيت بتاعها. في اديز ريسك فاكتور تعمل لنا فور فاكتورز بس: هيستوري اوف براير فاكتشر، فاميلي هيستوري اوف اوستيوبوروسيس، كارنت سيجاريت سموكينج، اند لو بودي ويت. جه بعديه عالم تاني اسمه كومين زود الريسك فاكتورز اكتر وحط لنا حاجات كتير: هيستوري اوف ماتيرنال هيب فاكتشر، اني فاكتشر حصلت للست اللي بنفحصها او الراجل اللي بنفحصه قبل سن الخمسين، poor or very poor health، هايبر بارا، كل بقى الريسك فاكتورز زودها، current weight less than at the age of 25، يعني السيدة جاية لي مثلا عندها 45 سنة دلوقتي أو 50 سنة، وزنها وليكن مثلا 70 كيلو وهي عندها 25 كانت 80، إذا هي وزنها بيقل. وإحنا قلنا اللي with decrease in weight بيحصل possibility أكتر للفراكشرز. ونسألها بقى بتمشي ولا ما بتمشيش، بتقعد على رجليها، بتبدأ الوقفة 4 ساعات أو أقل. يعني مهم قوي إن إحنا four hours a day نبقى على رجلينا، either walking or standing or exercising، إن إحنا نقعد طول الوقت ده مش كويس. فكل دي questionnaire بنحطها في الأوستيوبوروسيس sheet. طيب مش هنتكلم على treatment of osteoporosis، بس هديكم فكرة عشان لو كنتوا بتفحصوا عيانة تبقوا عارفين هما ايه التريتمنتس. في 3 تايبس اوف تريتمنت. اللايف ستايل اللي احنا عارفينه انها لازم تتحرك ولازم تريديوس هير، اذا كانت بتشرب الكحول او ما عندناش يعني الحمد لله الحته دي، او السموكينج، كل الحاجات دي ده اللايف ستايل. في بقى بون ستيمولاتيف ثيرابيز زي الانابوليك ستيرويدز والسوديوم فلورايد، الحقيقه مش دول المهمين، دول اللي مهمين قوي دلوقتي اللي هو هرمون ريبليسمنت ثيرابي، بس طبعا نو باديز ريكومندينج ذات، كانت ان فوج جدا في التسعينات واول الالفينات، بطلنا دلوقتي بيكوز ذير از ا تندنسي عليها كويستشن مارك فور بريست كانسر. في حاجه اسمها سيرمز اللي هي سيلكتيف استروجين ريسبتور مودوليتور، يعني ادويه زي الاستروجين بالظبط، واحنا عارفين اهميه الاستروجين بالنسبه للبون بدليل الاوستيوبوروز، الاوستيوبوروسيس بتيجي بعد المونوبوز. امال يعني ايه سيلكتيف استروجين موديوليتر؟ يعني حاجه بتشتغل بالظبط زي الاستروجين بس مش على البريست واليوترس، على البون وبقيه البونز، فبالتالي مفيش الخوف من الريسك اوف كانسر. كالسيوم فيتامين دي اند انالوجز، بيسفوسفونيتس هو توب اوف ذا ليست. البيسفوسفونيتس ده تريتمنت، اتس ان انتي ريزوربتيف دراج، كان بيتاخد كل يوم على الريق، حبايه كل يوم على الريق لمده نص ساعه، وبعدين الست بتقدر تاكل بعد كده، ولازم وهي بتاخده تبقى قاعده ابرايت، لانه ساعات بيلزق على الادار الاسوفجس او الاستمك ويعمل قرح. ف this is how she should take it. دلوقتي بقى في راجل، ايوه ما انا بقول بقى دلوقتي التريتمنت الجديده بقت وانس بير ويك، فبتسهل على الست تفتكر يوم الجمعه يوم اجازتها تاخدها الصبح قبل ما تاكل وعلى الريق، تفضل قاعده نص ساعه قبل ما تشيل ايس داون عشان يعني نقلل المشاكل. كالسيتونين، فاكرين كالسيتونين من الحاجات اللي قلنا في التريتمنت اوف اوستيوبوروسيس لما كنا بنتكلم على الكورتيكوستيرويدز انه بيقللها. So this is the treatment of osteoporosis. مش هننسى طبعا السبورتيف ميجرز، الاكسرسايزز والماسل ريلاكسنس والانالجيزكس، لان الاوستيوبوروسيس بتعمل سيفير بين، والفيزيكال ثيرابي انها تعمل شويه فيزيوثيرابي، اكسرسايز اند ريهابيليتيشن لاي بقى كسور حصلت قبل. اوكي اي ثينك ذس از ذا اند. في بس بقى الكونكلوجن، كومبينيشن اوف دراجز ذات انهبيت بون لوس وذ ادكويت كالسيوم اند فيتامين انتيك، فيتامين دي انتيك، اكسرسايز اند ريهابيليتيشن، كل ده decrease the incidence of new fractures, improve symptoms and quality of life in patients with osteoporosis. أعتقد دي آخر حاجة. Yes, thank you very much. أي سؤال يا جماعة؟ الموضوع دخل؟ ها؟ في أي سؤال؟ تفضل. أنا بس أسأل على الريد مارو والوايت مارو أو الريد مارو،
لا الريد مارو واليالو مارو دوز has nothing to do with كوتش بروز. احنا بنتكلم على الكومباكت بون وعلى الكانسيلس بون. اوكي these are hematological differentiation. لكن differentiation لكن ال differentiation اللي احنا بنتكلم عليه اول concerns الاوستيوبوروسيس هي الكومباكت والكانسيلس بون. اللي هي الكورتكس اللي هي على اللونج بونز وعلى الفلات بونز من بره، والكانسيلس اللي هي جوه في الاطراف اوف لونج بونز وجوه في الفلات بونز. اوكي okay.